عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لاستعراض مشروع مقترح لإقامة مركز للبيانات مقدم من أحد التحالفات والذي يستهدف تصدير خدماته إلى الخارج في مجال تخزين ومعالجة البيانات. وأوضح مسؤول التحالف مناطق مقترحة لإقامة المشروع وكذا التصميم المبدئي له، وأكدوا أنه سيتم مواكبة أحدث التطورات العالمية في تنفيذ المشروع بما في ذلك الاعتماد المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي. كما استعرضوا عددا من المتطلبات اللازمة لدعم تنفيذ المشروع. وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية المشروع وما يتضمنه من جوانب فنية عديدة تستوجب سرعة الدراسة من قبل الجهات المعنية، موجها وزارة الاتصالات بضرورة دراسة المشروع بشكل مفصل وما يتضمنه من متطلبات فنية لتنفيذه. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب اجتماعا موسعا مع مسؤولي شركات بريطانية عاملة في مجال الطاقة المتجددة في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن. وقد بحث اللقاء ضخ استثمارات جديدة للشركات البريطانية والتي تساهم في تمويلها مؤسسة الاستثمار البريطاني الدولي الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية بالسوق المصرية وكذا في القارة الأفريقية. كما تسعى الشركات إلى توسيع استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة المختلفة والتعاون مع الحكومة المصرية في إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر. عقد وزير الزراعة علاء فاروق ووزير التموين شريف فاروق عدة اجتماعات مع بعض منتجي بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين. وخلال الاجتماع اتفق الوزيران مع منتجي البيض على طرح الطبق ب 150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة. اختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو رئيسا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المصرية المجرية منتدى الأعمال المشترك الذي عقد بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك بمشاركة 126 شركة مصرية ومجرية في مجالات الاستثمار المختلفة. وفي كلمتها تطرقت الوزيرة إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي التي عقدت في بودابست في أوائل عام 2023 والتي شهدت مناقشات حول عدد كبير من المجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة والرعاية الصحية، مشيرة إلى استعدادات انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة خلال عام 2025 وهو ما يمثل خطوة جديدة في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. ترأس وزير البترول كريم بدوي خلال مشاركته بمؤتمر جاستيك الدولي بهيوستن الأمريكية مائدة مستديرة تحت عنوان صياغة مستقبل عملي وواقعي للطاقة في مصر بمشاركة العديد من وزراء الطاقة وممثلي شركات الطاقة العالمية وأمناء المنظمات الدولية والتي نظمتها منصة إيجيبس. افتتح الوزير المائدة المستديرة بتسليط الضوء على استراتيجية الحكومة الجديدة واهتمامها بجذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة وخاصة قطاع الطاقة، وأكد على اعتزامه تذليل العقبات والتحديات التي تواجهها بعض الشركات الأجنبية وذلك بهدف تحقيق المزيد من النجاحات في ظل هدف برنامج الحكومة الجديدة المتمثل في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 2.9 مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.590 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 30,342 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 7,070 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10,087 نقطة.
خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية ليبدأ ما يتوقع أن يكون تسييرا ثابتا للسياسة النقدية مع خفض أكبر من المعتاد في تكاليف الاقتراض في أعقاب القلق المتزايد بشأن سلامة سوق العمل. ويرى صناع السياسات أن سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي سينخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة أخرى في عام 2025، ونصف نقطة مئوية نهاية عام 2026 لينتهي في نطاق 2.75% و3%.